لا يمر يوما من دون أن تشهد محافظة ذي قار حادثة جنائية، فذاك شاب نحره صديقا له في قضاء الرفاعي، وهنا عملية خطف شاب من قبل 4 أشخاص وسط الناصرية، وليلة أمس دقة عشائرية في قضاء الشطرة، وجرائم أخرى تحدث في وضح النهار. قضية الحالات القتل احنا بين يوم ويوم جاي نسمع حالات قتل، يعني والقضية حالات القتل، أخو يقتل أخوه، صديقي يقتل صديقه، فهاي يعني حالة استغرابية، يعني أول مرة جاي تحدث أصلا حتى على مستوى العراق. الجرائم الجنائية التي ترتكب يوميا يعزوها باحثون اجتماعيون إلى أمور عديدة، أبرزها الأوضاع الاقتصادية والنزاعات العشائرية، فضلا عن انتشار السلاح المنفلت في عموم ذي قار. الظواهر المستشرية بشكل عام في جنوب العراق وتحديدا في محافظة ذي قار هو ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة أو ما يصطلح عليه بالسلاح المنفلت. هذا السلاح يسبب مشاكل كبيرة، تفشي للجريمة، تفشي للاقتتال، تفشي لحالة ارتفاع مستويات العنف في المجتمع. كثرة الأسلحة المنتشرة في بين المواطنين هي هاي أحد الأسباب التي تؤدي إلى كثرة الجرائم، لأن لو فرضنا عدم وجود السلاح ما ممكن المشاجرة، ممكن المشاجرة تتحول مشاجرة بالأيادي بالغير الأسلحة. أما الحكومة المحلية في المحافظة فقد عزت ارتفاع الجرائم إلى قلة أعداد الشرطة المحلية، خصوصا بعد نقل أعداد كبيرة منهم إلى مديرية مكافحة المخدرات، مطالبة بزج أعداد كبيرة في سلك الشرطة للسيطرة على أمن المحافظة. ولكن نحن نعاني نقص في العدد الموجود بالقوات الأمنية باعتبار أن هناك نقل لأكثر من كوادرنا على الدوائر الأخرى مثل مديرية مكافحة المخدرات اللي استحدثت حاليا، نقل يعني نقل لها كادر من قيادة الشرطة ذي قار. نحتاج إلى رفد قيادة الشرطة ذي قار بعدد من المنتسبين لغرض السيطرة على هذا الموضوع. وتشير مصادر أمنية إلى وجود ما لا يقل عن 2 مليون قطعة سلاح في ذي قار وحدها، 80% منها غير مرخصة، أي إن كل 5 بيوت بيت واحد من دون سلاح كحد أدنى. من ذي قار سعد الركابي، قناة الفلوجة.